لحمي برطني كاني ارخص انسان بالكون. الله يسامحك يا بديع، هلا اذا انا جبت لك كيف التام كون عم برد لها. لكن شو عم تعمل لي؟ الشباب اللي بديع عم نهديك. شو ابو تامر؟ لازم تعرف انه نحن ما لنا اولاد صغار، ولازم تعرف انه انا بقدر ميز بين الهديه وغير الهديه، وهي مو هديه، هي برطيل. اين عم برطيل؟ سيدي اعتبرها برطيل. شوف يا يعني ليش مين بهالايام ما عم يتبرطل؟ انا لك انا النزاهه عم تنقط من كعاب رجلي تنقيط، الشرف عم يزرب من كواحلي زرزبه، النظافه انا بعطي فيها شهادات للعالم، والاخلاق ببيعها معلبات للمجتمع، وجايبتك تبرطلني الي انا؟ حاجتك يا حاجه تفوش وتنتفخ، اللي بيسمعك بفكر التهاري عم تفوها ريحتها من بيت ابو كرعوبه. الي بديع عيب، بديع عيب. لك انا اللي عيب؟ انا اللي متمسك بالاخلاق عيب ولا هو اللي عيب؟ ايه بس انت انا طالع لبرا، وتاني مره دعس على رقبتي هي السداده اذا بدعس بيتك. لمين هي بست الفستا؟ اللي عم تصفرني؟ ايه؟ لا انا ما بتصفرني انا. طول بالك بدنا نعرف شو صار. انت شو دخلك؟ اذا زبطت مشان اقول لك مبروك، واذا ما زبطت مشان زبط لك اياها فوت. استاذ بديع ما بدي، خلص قلتلكم ما بدي. ما بصير عمو ما بصير. بشربها بالاخير، ما بدي ارجع اتقلع وفنجان القهوه على تمي. معلش شغله، لك ابو تامر زازها بحياته ما تبهدل البهدله. خلص عليك الامان، عليك الامان شراب. يسلموا دياتك. يسلموا هديات. غدا حبيبتي روحي لعند امك على الاوضه، بتكون قاعده لحالها يا حرام ضجراني، استليها شوي. ايه ما بصير مشان عمي ابو تامر ضيفنا، بعدين امي راح اقعد معها. واذا قلت لك هوينا فرقينا احطي ضوي. نقول هيك من الله. اهلين وسهلين. برا. بس بديع عيب. عم اقول لك برا. هلا ليش عم تطلعني بلوك بديع عيب؟ انا شو سويت لك؟ شوف امنا انا ما بطل، انا ما برتشي، انا شهيقي شرف وزفيري نزاهه، انا حزقتي طهاره وعطستي عفه وسعتي اخلاق. يا لطيف يا لطيف، هلا بس لانه جبت لك صباط ترفع في راسك بين رفقاته سويت لي اياها برطين. انا ما بتبرطل، انا ما برتشي، بعدين انت ليش خصيتني خص نص من الخلق بالصباط؟ يا اخي الحب من الله. لا تزعل دخيل الله. شوف ابمنا، لازم تعرف انه انا بالي ولد صغير. ايوه انا ما بتبرطل ولا برتشي، انا بميز بين الحب وبين الدهلزه. هاي دهلزه، دهلزه مشان تحصل على رخصه الكشف. عيب بديع. اخي سميها مثل ما بدك. بس المهم انت خلصناي. طلع على برا، طلع على برا، حل عنا روح. بديع عيب عليك. واحد فاهم مثل حكايته عم يبرطلني، بدك ياني اقعد ببيتي، بدك ياني احواه، هذا بينجس لي البيت، بيقطع لي رزقتي. ابفو. مو عليك يا بديع. مو على هالزمان اللي خلى واحد واوي مثل حكايتك يقول لي اطلع لبرا، وينك ولاو؟ اليوم إلك، بكره مو إلك، وراح نشوف شو راح تعمل. طالع لا اطلع اختم برا، انا مو فاضي لك. هون إلك إلك. واوي واوي، بدك تدير بالك وتكسب حالك يا ابو تامر، يعني لا تواخذني شقفة قماش، شقفة قماش. شو بده يعني عمر له بيت سبعة وسوفا؟ مو تعمر له بيت، بدي اشيل له معك بإيدك هدية محرزة، تكون شغلتها مو أقل من 10,000 يعني. عشر شو خالي؟ شو قالوا لك بدي رخصة سوبر ماركت؟ كله شايفك كشك متر بمتر. إيه لا هيك راح تزعلني منك كثير. ها لا تعمل لي افلام انت الثاني. بشو زعلتك؟ يعني بدك تبارز بارزنا، بدك تجادل جادلنا، بدك تفاكش فاكشنا. سيدي معلش وفكشنا كمان، نحن ما بنزعل اذا فكشتنا، بس اوعك واياك ثم اياك تستحمرنا، لانه نحن مو حمير. نحن مين قال حمير يا اخي؟ حشاك. مو ضروري تقول، بكفي تعمل حالك غشيم حتى تكون عم تستحمرنا. والكشك اللي انا طالبه شو بيفرق عن غيره يعني؟ ها اولا هذا الكشك وين مطرحه؟ بالمدرسة. والمدرسة كم طالب فيها؟ شو بيعرفني شو انا مديرها؟ انا بقول لك. قول. 1000 طالب. ايه وانا شو بتفرق معي يعني؟ لساتك مصمم تستحمرنا؟ طيب فهمني. رح افهمك. إذا كل يوم اشترى منك نص الألف وكل واحد بعشر ليرات،
قديش بيطلع معنا؟ غير تقول. انا رح اقول لك اضرب العشرة بخمسمية قديش بيطلعوا؟ غير تقول. خمسة الاف اضرب الخمسة الاف بثلاثين قديش بيصيروا؟ الا تحكي. 150,000 ليرة بالشهر، شيل منهم 50 مراعاة بيصفالك 100,000 ليرة صافي. إيه بس هدول مو كلهم مرابح. خلي 30% بس منهم مربح. هي صفية شهريتك 30,000 ليرة، أحسن من أحسن راتب دكتور جامعة، شلون؟ وشو القصد؟ ها ها، أحسب حالك عم تاخذ الكشك من مكتب عقاري، قديش بتدفع بالعادة؟ أجار شهر. هات أجار شهر والكشك لك، هات. امسك امسك، البلدية رح تأجر ب 200 ليرة شهرياً. لساتك مصمم تستحمرنا أنت؟ حيشاك، قلي لي قديش بدك؟ 30,000، مسامح ب 5، 25,000. روح عنا يا، هذا اسمه نصب. إيه؟ مثل ما بدك، أنا آسف خيو بعتذر، حقك على راسي. ست شفيق يعني خلي المبلغ معقول. مثل ما قلت لك، على كل أنا سحبت إيدي وما عاد بدي. يا سيدي اسحب ايدك ورجلك ومناخيرك، اللي بيسمعك بيفتكرك رئيس البلدية، بعت نص المبلغ لبديع وبوقع. على راحتك، المهم هلا بتقحط وبتاخذ معك هالشقفة الخيش اللي جايبة، والمرة الجاية لما بتفكر تجي لعندي مشان حللك ياها، بتضيف على المبلغ اللي ذكرت لك ياه 10,000 ليرة تعويض عن الإهانة اللي لحقت فيني. برا، عم أقول لك اطلع لبرا. ما بصير دخل الأشياء الشخصية بالشغل. كانوا علاقة شخصية. صحيح أنا طلقت أمك بس ما بصير تعاملني هيك، الدنيا اسمي ونصيب. لك يا ريتك طلقت أمي من زمان، أصلاً ارتحنا منك. أنا عم عيط عليك مو مشان هيك، عم عيط عليك وصرخ لأنه جاي تبرطلني، جاي ترشيني وبجوز شرابها. لك شو جوز شرابها؟ لك تزيني الفرج ومن أظرف ما يمكن. ها ها، خذ قد ما بدك فيه. معناتها أنت معترف إنه جاي تبرطل وترشي. نعم معترف، أنا مو حمار حتى أجي مشان توقيع وما يكون البرطيل بإيدي. بس انا من سوء حظك ما بتبرطل، ما برتشي. لا تقول لي ما بترتشي، اللي مو معبي عينك الجرباء. لا انا ما بتبرطل، انا ما برتشي. واذا بتريد ورجيني عرض كتافك قبل ما تفقع ما يمشي شغلي، ها بعدين بيفلتوا فراماتي عليك وعلى الجرابات وبتروح دعوسه بين الرجلين. ابوك يا الدبانه اللي صرك دكاني وصرت تسكري على بكتي. اطلع لبرا انقلع. حلوه دباني وعنده دكاني وإله قلم. أبو طمزة، أبو طمزة، بست بست، شو صار معك؟ لساته حاقد علي لأني طلعت أمه. إيه تعا تعا، لا تنطمز انطمز. أبو طمزة تعا تعا حبيبي، تعا يا قطة تعا. لا تخاف، بديع عم يساوي هيك مع الكل مو بس معك. طيب فهمنا شو عملنا له، شو بده؟ يعني بصراحة هو زعلان وحقه يزعل، يعني أنا لو كنت محله كمان أنا كنت زعل. أبوك يزعل، هلأ شو عملنا له حتى يزعل؟ شو عملتوا له؟ واحدكم رح يخبط خبطة ملير من وراها، وعم تجيبوا له هدايا شيء ماشي وشيء صبابيط، إيه عيب، يعني المثل بيقول نيال من نفع واستنفع، وطعم التسعة لحتى تاخذ العشرة، بقى أنت شو جايب له؟ يا رجل تزيد تشربها؟ هات فرجيني عينة منه. ونايله كمان. شو بعمل له هذا اللي لقيته على البسطة؟ أخي بدك الكشك بدك تدفع. قديش؟ احسبها. الكشك بالمدرسة، والمدرسة فيها 1,000 طالب، وحسب نص الألف اشتروا من عندك كل يوم وسطيا واحدهم بعشر ليرات، قديش بيطلع لك؟ نحن لو قدرتنا كنا دفعنا له أكثر من هيك. بديع ما بياخذ. شفيق عرض ياخذ مصاري. شفيق ما دخلنا فيه مو عن طريقه، بديع عم يبهرها شوية. طيب شو رأيكم تشاركوا أبو جدعان؟ شلون؟ النص. ومنين مصاري؟ من عندكم. طيب وأنتو؟ شراكة بالرخصة. ها يعني الشغل بتتجاوز؟ ما حدا عم يجبركم، أنتو يعني فكروا بالموضوع شو بدنا نعمل. إذا بدكم مشان نقدم الوراق، ما بدكم ما منقدم الوراق، لحالي ما بفتح. لا أخي ما بدنا، يعوض عليك. مو تجوني بكرة بآخر لحظة؟ لا حبيبي، نحن عمنا كل هالموضوع من راسنا، اطمن. مسامحينكم يا اخي بالرزق. تفضل بابا. يسلم ايديك يا بابا. صحتين وانا. تفضل. على قلبك. ما يبلو هالدياوت. صحك. انا ما بدي اشربيها انت. انتوا غلطانين، غلطانين كثير. انا لو محلكم مو بدفع 30، بدفع 60، ومثل ما قال شفيق كشك مثل هالكشك بملير الواحد من ورا شبنا. طيب علي يا استاذ بدي اخذ.
طيب مو هو مسؤول الكشاك بالبلدية؟ لك إعاون، هو موظف عم يقبض مصاري. مزبوط، بس في غيرك 100 واحد مقدمين على هذا الكشك، إذا بده يختارك أنت من بيناتون بده يكون له معك مصلحة. المهم هلأ نورني صغر، نعطي لبديع ولا نعطي لشفيع؟ أنا إذا بدك رأيي عطي شفيع، بديع ما بيرجع بكلامه، مسؤول. بس شفيع قال يزيد المبلغ 10,000 ليرة إذا فكرت أرجع لعنده. وزيد 5 من عندك عشان تعبي له عينه. بتحاط بعبك. أنا عن إذنكم. وين 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 وين؟ ارجع. إيه صهري، شو رأيك ندخل شراكة مع أبو جدعان؟ مالكم مصلحة، ادفعوا لشفيع أحسن. بلالكم هالشراكة اللي بتقطع الرزق. ما بعرف، الكشك لازم يكون إلك. لك طلعوا الكل مقدمين مشانه. ما بعرف، إذا بدك ولد بتاخذ الكشك. طيب شو دخلوا الكشك من ولا؟ فتح عينك أبو طمزة هالقدها، قبل ما يصير عندي بيت وسيارة لا تحلم بالولد. لك شو سيارة وشو بيت؟ مني أنا مني؟ إذا صار عندك كشك بتقدر. هلا لا تربط الولد بالبيت والسيارة؟ بدي أربطه، مالي مستعدة أبداً اسمع مسكتي بإذني. لا تخافي، ما حدا حيسبك. بيسبني ابنك اذا ربي بهالمطبخ، اما اذا وردت له شيء ما بيعود بيسبني. لك عم بدك يعني بعد ما اتوكا يجي رجال غريب يعيش ببيت ابني؟ لك مو احلى ما يروح يعيش ابنك ببيت رجال غريب؟ وحط لي ولا ولي على حظي وعلى سعدي ولي على حظك يا ابو طنطه. ابوك ينكشف. 53 54 55 56 57 58 59 60 ايه ها هيك هلا صاروا 30,000. هيك صاروا مبلغ معقول هني، وهدول الدزينة تجرابات صاروا فعلا مبلغ معقول. بس للأمانة هدول أنا أخذت منهم جوز. ايه روح ابتلهم بصوف، يلي شرب البحر ما رح يغص بجدول. أمرك أمرك، بس هلأ صار فيني بقدر أمن يعني؟ ايه فينك تأمن، بتعتبر الكشك كشكة. شكرا، لأنه بنجيبه أنا. ليش بدكم تجيبوه بالكشك؟ لك لا يا أخي، بس الكشك ضروري على إذنكم. أهلين إذنك معك، وينك أعطيه غماز على الكوع ها؟ مشان ايش هدول المصاري؟ مشان نشتري حلاوة. بطيل ما هيك؟ اوعي تقولي لي انك ما عترضى ومو عاجبك ها؟ طبعا، نحن لازم يكون عنا ضمير. اسمعي ولي، انا بقيان عندي زرتين ضمير، اذا تحركوا هلا بينخرب بيتي، فهمانة؟ اولا لا تقولوا لي، ثانيا الانسان ما في منه اذا كان ضميره مرتاح. ثالثا بدي اقولوا لي، معلش خليه ينام، لازم ينام. شلون؟ شلون؟ اذا الواحد ضل ضميره صحيان بيتعب لأنه مو حديد، مشان هيك لازم ينام وياخذ له غفوة طويلة لحتى يفيق مرتاح ونشط، ولما يستلم نوبته تكون عيونه 10/10. 30 بالتمام والكمال. وهات لشوف ناوي قديش حصتنا؟ مثل ما اتفقنا، 5 5 5 على الماشي. هلا مرت عمي وعفيف بيطلع لهم مثلي؟ ايه، ولا مقامك عالي حضرتان؟ مو قصة مقامي عالي حضرتي، بس انا اللي قمت بالعملية كلها. ايه بمساعدتهم، لولا ما حصلوا لك ابو طمزة بالزاوية ما كنت حصلت على هذا الشيء. ولسه ما خلصنا، هلا ابو تامر جاي وجايب معه 40,000، وابو منال كمان جاي وجايب معه 50,000. على قولة بنتك ما في غير كشك واحد، منين بدنا نجيب للكل؟ يلي بيدفع اكثر بياخذوا للكشك. اوف كورس، طالما لسه جاينا عروض نؤجل القسمة. قل لهم احطوا احطوا. شو بدي؟ شو عامل مافيا؟ مافيا ايش؟ اليوم الصبح خد على محاضرات عن النظافة والشرف والاخلاق، ولا عم تحكي عن شي تاني؟ خرب بيت قلبك شو بخير تسلمي، شو بدك يطلع علي نصيط عم نرتشي؟ عم نتبرطل؟ وشو الفايدة إذا ما عم يطلع عليك سيت إنك عم ترتشي وتتبرطل؟ وأنت فعليا هيك. يا حبيبتي يا زهرة، نحن ما صدقنا إمتى صحت إن هالوظيفة من الغين. بدك يانا نرقص النعمة؟ فهمتي؟ إيه بس هدول جيراننا. يا حبيبتي يا زهرة، عمرك شفتي موظف راح جاب واحد من المكسيك مشان ياخد منه رشوة أو برطي؟ طيب وزع بالعدل، ليش أخذت النص لحالك؟ لا حبيبتي، مو مثلي مثلهم، أنا لسه في عندي ناس فوق بدي وزع له. لا تقولوا لحدا بقى. 75 76 77 79 ناقصين 500. ايه 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 جاهز، تفضل هي 500 ماني. هلا صار مزبوط. هي جبت لك 40,000 ليرة ها؟ مزبوطين؟ ايه مزبوطين مزبوطين. ايه جبت لك تعويض على الاهالة مشان ما تزعل. وشقفة الطقم جبتها؟ وديتها لعند الرتة، بكره بجيب لك اياها. لا جيبها الليلة مشان احاول فبرك لك الرخصة الليلة. اذا فبركت لي اياها الليلة لك علي 5,000 ليرة زيادة. يلا
خاطرك او تعناكم اهلين وينك؟ ايه اعطي غماز على الكوع مشان ما تهوي. ايه انا اللي بعطي غماز. شفي هذا اسمه نصب ما هيك؟ مو هلا اخذت من عمي ابو طنزه مصاري؟ وليش اسمه نصب بقى فهميني؟ في غيره لهالكشن؟ لا ما في غيره. ما ايش بدكم تأمنوا الاثنين سوا نفس الرخصة؟ يا حرق غيمك شو غشيمة؟ غشيمة؟ بعذرك مو سمعاني بالمزاد العلني؟ ايه اوعك يطلع لك شي عرق سمعاني. وهذا اسمه مزاد علني. بلش وشلون اسمه مزاد علني؟ كل شي عم يصير بالسر. لا مو بالسر، مو بالسر، هنن كلهم بيعرفوا التفاصيل. ايدك قلقونا قلدوه قلترين يا ترين. صوري؟ يا صوري؟ ايه افتوح عيدو. طول بالك شوي، من على الشباك جاي عندك. يلا قديش جبت؟ جبت لك 40. غيرك دفع 45، روح جيب 50 وتعال. ايه على راسي، مشيك هاي 40 نروح جيب 10. يلا الله ييسر لك. واحد اثنين ثلاثة أربعة وهي خمسة. شرف كثر خيركم. وين 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 هذا 30,000 رجعوا لنا أبو طمزة هلا بيفضحنا. على راسي. بدك 30,000 تبعت أبو طمزة؟ إيه شرف هي 30. شربونا قهوة حلوة للصفقة. بدل شرف بدل. شفيع يا نسام يا حرامي شفيع. شوفي 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 شو شوفي؟ بدي افضحك قدام العالم كلياتهم يا نساب. لا 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 تغلط، هذا فوق ما ساعدتك. شو هالمساعدة هيدي ب 30,000 ليرة؟ نعم لك حتى بالبرتين صار في واسطة. فوتوا فوتوا نحكي جوا، ما لا تفضحونا هون قدام الناس. فوتوا ما بدنا نفوت. يا بطلع لنا رخصة الكشك يا بطلع عندنا مصرينا. مع الفوائد عم تاخذوا فايز كمان؟ فوتوا بلا أكل هوا أحسن ما أبتلي فيك وفي ليف. فوت سهل. غدا روحي لعند امك اعملي لنا قهوه. وليش نساوي قهوه عند امي؟ ساويها هون الحمد لله كل شيء عندنا. افرقينا احطي اضوي. احكي هيك من الاول. بسرعه بسرعه شهري اتحركي. روحي يلا. ما في انا ما في منطقه. حرك لعندي لهون مو على اساس الرخصه لي. كم واحد صرتوا قاعد بالكشك؟ اول شغله انا كثير بعتذر لانه ما زبط حساب القرايا على حساب السرايا. شلون ما زبط؟ هي طلع لأبو منال. بالظاهر واسطته لأبو منال قوية كتير، أقوى من واسطتي أنا. لا تسلب علينا، الكل صار يعرف إنه أبو منال أعطاك 50,000 ليرة. لو كنتوا مطرحي كنتوا أعطيتوا لي دفع أكثر ولا لا؟ يا باتي، من غير ما أحكي طلعتني نصاب، بقى شلون إذا حكيت؟ إحنا ما بنفهم، هلا بدنا مصرياتنا. يا على مخي. أخر هيك شوي. يا باتي. هي الـ 40,000 شيتا؟ وهي 30,000 شيتك خالصي. وانت زينت الشرابة؟ انا اخذت منك جرابات؟ شفتني اخذ منه جرابات شي؟ لا تاريخ طي ما اخذ. معناها هونا انتو اثنين وعطوا غماز على الكوع مشان ما تهوروا. هي بنغمز حلو. انا راح الولد على بنتك. كيف بدي اجيب لها ولد؟ شفت على هالكم؟ ابوك يا النصب وابوك يا بحكي. فوت عمي فوت. بدك الصراحة يا سهري، أنا لعبة الكشك هي ما عجبتني بنوب بنوب، لكن نحن نطلع برا وأبو منال يلعب الكشك. الحق علينا لأمنا بهذا الشفيق. ولا يهمك، عمك أبو تامر زازع لا يمكن يسكت عن الغرب بنوب. شو قصدك؟ بدي أخبر أبو نجيب. عطي بالك عمي، بالقانون ها اللي بيدفع برتين وقرشي كمان بيتعاقب. لا توسع حريص، ما راح أحكي عني وعنك، راح أحكي عن أبو منال، خاطرك ادعي لي. يا ابو نجيب في ناس حاولوا يرشوني بس قلت لهم لا، انا شهيقي شرف وزفيري نزاهه والنظافه انا بعطي شهادات فيها للعالم والاخلاق ببيعها معلبات على المجتمع. وقلت لهم الا على بدورة يطلع عمرك انت واللي جابك فت بنص خلقتك. طيب شو رايك يا بديع انه اكد لي ابو تامر وابو طمزه بانك اخذت رشوه من ابو منال؟ مين ابو تامر وابو طمزه؟ سووا لنا قهوه مره.
كارف فرجيون. شو بدك تعمل؟ لو طلعنا نكشك ما كان مشتكوا. مثل ما اتفقنا ابن عمي بدون قواص بس تخويف. ها تكرم عينك. خلي لي اياه. يستر حريمك يستر عرضك من ابتي تابور بنات بدي جوزه. اوعى تكون مخلطشه. مخلطشه؟ لك انا عم امزح معك انا. شو بدك مني يا ابو جنعان؟ اذا بدك تضل على قيد الحياه فوق روس بناتك وبدك بناتك ما يشتغلوا رقاصات مشان يعيشوا بتروح لعند ابو نجيب وبتقول له كنت عم بمزح. شو لو كنت عم امزح؟ شو بدك يعني اكل قتلة منه؟ تاكل قتلة منه احسن ما تاكل خطوشتين مني. حدد حدد بامرك انا بامرك. ايوه اجي. وجع وجع عطسة عنزة بمسلخ. خلوني افهم شو في بس. خلوني افهم. لك قطعي عضو البلد يا اخي. شو هاي؟ ابوي تعطي حالة. لك شو هو طول البلد؟ لك شوفي بس هاد مو انا ابو تامر زنزا. انت كنت معه؟ انا ما كنت معه. بعدين ما جاب شي من عنده. ها معناتها مزبوط. اذا بدك مرتك ما تترمل تتبع. ما بدي دخيلك. واذا بدك يجيك ولد تتبع. عمي على الحالة ما حيجيني ببوه. بتروح لعند ابو نجيب وبتقول له كنت عم بمزح. بروح لعند ابو نجيب. خلاص صدعه صعب دقني. خليهم يشرحوا الدعوة دون ما يروحوا يقولوا له. العمل عالم بلا ضمير. صعب دقني يا ابن العم. لا تواخذنا عديل. لا تواخذنا. أبوك يا بصوت الريح. أبوك يا حبيبي. لا تواخذنا. انبسطت عليك. انبسطت قوي. ابوكم وانت الثاني بوشك عن الخبر. بكفي مناخيري حاضر. لا تواخذنا عم. لا ما راح اواخذك. هيك تمام. ابوك بصوت الريح. لك انا ما دخلني بس انتو مشكلتكم بتعصوا بعدين بتهدوا. روح كساب حالة طماس. ايه لا مو معقول. اكيد بعير الزهر. تنسحب يعني؟ بنسحب. مسحوب مغلوب. ها يا سيدي مغلوب مغلوب مغلوبين بكل شيء. وقفت على هالدقة الطاولة. صحيح بدي اسألك سأل. شو اخبار هالكشك اللي عندكم بالمدرسة؟ هذا اللي جاكم صاحبه مايل. ايه شو عم قصص؟ ايه عم قصص؟ عم طالع له 1500 ليرة بالميت باليوم. ايش؟ طيب انت حابب تطالع لك شي 100-150 ليرة كمية. شلون؟ لا تخاف مو تشليح. لا تخاف. كان شلون؟ انت وشك لتواخذني بيقطع الرزق والنسل سوا. بيخوف يعني. واكيد الولاد بالمدرسة بيخافوا منك كتير ما هي؟ لكن بس يشوفوني بالباحة كل واحد بزي يرجعون جنب. يا عيني عليك. هل انت بتعطي دروس شي؟ لا قاعد بالإدارة. لا شغل يا عمي. حامل العصاية داير. يا عيني عليك. معناها كل يوم بتحمل أبريق الشاي تبعك وبتروح لعند أبو منال على الكشك وبتبلط عنده طول النهار. ليش؟ أخي شو بدك؟ أنت ما جاي على بالك تطالع لك كل يوم 100-150 ليرة؟ عمل مثل ما عم قلت لك. خلص نعمل. أكل؟ لا عاد لشوف. فت. لك يا صهر الكشك بياعه. أنا عم بقول لك واقف ليش؟ طيب ليش زعلان أنت؟ المرجح طول النهار قاعد عندي حاطط بريئة شاي نازل فيه على سفق. وشو هالمشكلة الكبيرة يعني؟ ما بصير هالمشكلة. معلوم مشكلي. لك ما في طالع مع ميسترجي قرب علي هو عندي. طيب أنت خده مع جناب فهمه. لك أخذته وفهمته ما بدي يفهم. بوزه مثل الجلاد الله وكيده. ما إلك تحكي غير مع شفيق. هذا الموجه بيكون رفيقه لشفيق. هو بيحكي لك معه دائما بيلعبوا طاولة سوا. ها هيك قلتك؟ إيه هيك قلتي. شو عنده هيك خاطرك؟ ثلاث مئة ليرة باليوم. أوه ليش هو شريك يعني؟ ليش شريك؟ هلأ إذا عطيته 300 ليرة باليوم صار شريك. ومشان إيش 300 ورقة؟ أخي أنت من قبل ما تفتح الكشك وهو متعود يقعد هنيك ويشرب الشاي تبعه هنيك. هلأ إذا بده يغير مطرحه ويغير قعدته ويشرب الشاي بمحل تاني صار لازم فروغ. ما تواخذني. قدام أنت فروغ؟ هو مسامحك بالفروغ بس عطيها 300 ليرة أخطي. ايه ما راح اعطيه اذا بشق حاله. خليه ينفلي يقعد. شو علاوي؟ انت اصطفي. انت الخسران. ايه سيدي خليني اخسر. يا اخي عجيب امرك. غريب فعلا. يعني انت احلى على قلبك بقعدته يخسرك كل نهار 1000 ليرة ولا تعطيه 300 ليرة وتربح لك 700. طيب شلون بحب حاسبه؟ مثل ما بتحب. يومية شهرية جمعية المهم سنة. على راسي عمي شفيق. شريف هاي 300 ورقة بكرة. هاي 100 وهاي 200
وهي 300 ورقه خاطره معوضين. دوشيس ابن عمي، شو رايك تترك شغلك بالليل؟ ومين بده يلحق الكلب؟ ذكي محق الكلب، شو بدنا فيه؟ ما بيصير، انا هذا الكلب مفضل علي، مصدر رزقي. اذا الكلب غالي عليك كثير معناتها بدك تترك الشغل الثاني. لا بورا، مو متقل غالي مو غالي، بديع بيضل اغلى، اغلى من الكلب لانه ابني، بس الكلب انفع لي، بديع مو دايم لي، بعدين الكلب في من وراء تقاعد. طالما الكلب انفع اترك بديع. ما بيصير، كل الزباين بيعرفوا انه انا مفتاحه بالبلدية، بعدين اذا تركته ما حدا بيوصل له. نام بعد الظهر بترتاح. انا مرتاح مرتاح، لا تحملي همي. لك شو مرتاح؟ عم تنام مثل القتيل. قبل كنت تسألني شلوني كيف عايشة، هلأ مع التفضيل تبنوب بالليل ورا الكلب وبالنهار مفتاح. إذا كل يوم عم شوفك ليش لا أسأل؟ يعني صرت ما عم تنتبه لواجبات البيت، ما في غير شغل شغل. يعني ما بيمشي الحال إلا إذا أنا رحت على الدكان جيب لك الغراب، خدي مسكي جيبي شو ما بدك. يعدمني ياك. يلا يا عمر تفضل فوق. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. زوجتي والكلب. زوجتي زهرة، تشرفني. زميلي سالم مسؤول عن كل شيء عربيات بتنشحت بالبلدية. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا زهرة. نهي له لشفيق خليه يجي يتغدى معنا. اذا ناديت له ما بيترك اكل بالمره. مو مشكله، وانت خليكي مع غادة تغدي معها، بس قبل ما تروحي سناويني ابريك مي، شايف ما في مي طاشش قلبي. ايه على عيني، غدا عمل قصدك؟ هيك شيء. على عيني. اهلين. اهلا وسهلا. يلي بشوفك بيقول معك جوعتي. ليش انا طول عمري اكلي هيك؟ ايه انا اكلت كبايتين، انت اكلت 20 كباية. بتكوني مقرشة وانت عم تساوي الاكل. انا لا قرشت ولا شيء، انا عامله 22 كبايه، انت اكلت 20 وانا اكلت 200 بس. يعني هلا خلص الاكل؟ خلاص. الحق عليكي انت، ما انا طول عمري بقول لك لا تساوي على الاكل، تساوي زياده، يزيد احسن ما ينقص، ما بتردي. ايوه ايوه. مرحبا. اهلين. شفي بديع بده اياك، جايب لك شغل. اكل منها لساته؟ الغدا عم يستناك وانا جاي اتغدى مع غاده. اي تفضلي زهرة. الزميل سالم مسؤول عن كل شيء في عربيات بتنشحت بالبلدية. عربيات الزبالة يعني؟ لا، عربيات البيع. كل رخص العربيات من عندي. صهري شفيق دبول، لا تخاف، لا بيحكي ولا بيقول. تشرفنا. والقايل الأخ سالم بده مين يساعده بشغله، فأنا قلت له مالك غير صهري شفيق. ايه بس أنا مالي جلد على الوظيفة بنوها. لكن مو وظيفة. لكن شو؟ مفتاح. يا أخي ما أكره هالكلمة، شو أنا قفل حتى يشتغل مفتاح؟ شان فهمه. أنا قايل امشي. ما بيصير بدك تغدى. مالي نفس. لكن ما بيصير ما بدك تاكل، إن شاء الله عمرينك ما تاكل، بس يعني نحن متكلفين. متكلفين ولا ما أنا متكلفين؟ متكلفين، بدنا نتفق. أنا موافق على أي اتفاق، فهم الأخ شفيق دبول سارك وخططني. بس هيك ما معك حق. شرف. خاطرك. مع السلامة. شفتك ان شاء الله سم الهاري اللي يسرب بدنك. شباب شو صاير لك؟ ما بتحسن تستنى؟ فصلتك محروقه، فصلتك مطبوشه. هلا شيلنا من هالسيره. شو بقى صاحبه بايتك كثير معقد. معقد بعقد؟ يعني ليش هيك قام وانتتر مثل اللي قاعد على شريط مظلط؟ ها كان رمز الشرف بالبلدية أول ما تعين، كان مفضي حاله، وين في حدا ببطل حدا يفسد عليه. وجايبه لهو؟ لك لا، هذا كان زمان، وترك كار الفساد، ما عاد فساد، وبده يتبرطل، بس خجلان من ماضي الشريف. ورخص العربيات ربيحة؟ ربيحة. وشو بدي أعمل؟ يعني شو شغلتي كمفتاح؟ بتوقف على باب مكتبه، وكل ما طلع حدا من جوا بتخدمه بتوقيع الرخصة، مثل ما عم تشتغل عندي. واضح. وقديش إلي أنا من العملية؟
عنص هذا خجول شو ما عطيته ما بيسأل. ايوه بديع يا بديع لك بديع. شوفي شوفي يا فنان شوفي. هيك ما بصير يا صاحبي. احكي لي خير. لك المدير. شو بقى المدير؟ انا ما خلصت من وجهي اطلع للمدير. روي روي فوت لعندي شوي. راح يجننوني كل ما بجي لقف على وجه الدنيا بقول طلع بدي جديد. طول بالك حبيبي كل مشكله وقلها حل. شرف. يلا. شرف شرف. روي قومي منال قومي شوفي شو بدك تضيفي ابوك تحركي. طب روحوا اقعدوا بهذيك الغرفة ما شايفنا مكركبين. هيك عندي ضيف. مستحي من قبل يعني تقعدوا مع الضيف. لا تضربي بهالشكل، عم قولي في موضوع خصوصي بيني وبين عفيف، ما بينحكى قدام واحد غريب، ايه؟ طيب تشربوا قهوة يعني؟ نشرب سمي الهاي قهوة. حنان خدي لبانا وروحي لعند اختك ميساء اشربوا فنجان قهوة يلا. وانا وانا افرقوني وانت معهم يلا. يا عمي تفضل. يزيد فضلك لك يا صهري مدير المدرسة طلع بنبقة جديدة أشوف بده يسكر لي الطاقة بتطلع المدرسة منيته على حاله خليه يسكرها. لك شو سكرها لك يا صهري بخترب بيتي كنت طالع باليوم 1500 ورقة إذا سكرني إياها لك 100 ورقة ما طالع. طيب ما في طاقة تانية للكشك؟ في من هذيك الجهة لك يا صهري في طاقة بس بشارع ما بيمر في إيد دومري يعني الطاقة مثل قلتها إذا بقعد أنا فيها ما بستفتح ولا فرنك. إيه بسيطة بسيطة هي حلنا معروف. يستر على عرضك يا صهري ايدي بجنارك. ما في غير تدفع للمدير. المدير واحد لوح انا اجيت لروح له كنت قالوا لي اوعى تقرب عليها. انا بدبر لك يا قديه بده هدا تاني كمان 500 باليوم. بقى شو انا ما بقول لك يا صهري بتضل اربح لك اسمع مني مضموني مضموني يعني صاحبك هو؟ لا مو صاحبي ولا انا صاحبه بس هو ليش بالبدايه وافق وبعدين رفض مبينه بده ياكل. يا سيدي امر الله راح اعطيه 500 ورقه طق عينه ان شاء الله بس المهم هو يحل عني 300 ليره. ايه 300 ليره شو بده 300 ليره ما عاد يعجبوك هلا 300 ليره ليش قديش بدك استاذ؟ يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم 200 ليره بزياده ما بدنا نخرب بيته للرجال. البركه فيك يا استاذ كبير كبير وعتيق يا استاذ الله يديمك الله يجبرك الله يوفقك ويخليك لك الواحد ما بيعمل غير بأصله من شان ما ينشف الجدول ما بدنا نركب عليه مضخة مزبوط ابدا هذا هو الحكي المزبوط ليش انتم المدراء بتحكوا شيء مو مزبوط كله عنكم مزبوط واذا تاخر بالدفع فورا بسكر له الطاقه وهيك فهموها على راسي انا اللي فهمه اذا تاخر بالدفع بتسكر له الطاقه من قدامه ومن ورا لعيونك استاذ شو رايك اخلي الدفع جمعيه ماشي كل خميس بتجيب لي 1200 ليرة خلاص اليوم الخميس هات نشوف هاي وحدة وهي تنتين صارفهم من مكرو طيب عفاري معليك عفاري معليك تصرفهم بالهنا الله يحفظك الله يرضى عليك يا ريان يا أسوان يا باذنجان يا أسوان يا ريان يا أسوان ما انتبه لابد من التحرش المباشر أنا آسف أنا بعتذر أبو طمزة كنت عم رودج العرباية قامت فلتت من إيدي وراحت لعندك لك شو يا ملعون يا شفي شو صاير خطر شي؟ شايف يا جار الله فتح بوشنا على العريض وصرنا أصحاب عربايات بعد ما كنا ولا شي ولا شي بنوب لك شفي هاي الشغلة مو شغلة تحت الشمس وتحت المطر وهات تصبر وهات ما تصبر شو غشيم قال مو شغلة شايف هدول البيتنجانة؟ هدول قبل 10 دقائق كانوا تلي شي 3 4 امتار بدك تقول شي 5 شوالات باذنجان بعشر دقائق بس ناديت صوتي اسود وريان يا باذنجان ريان واسود وحلو يا باذنجان وكفتت لك هالعالم بالعشرات اللي بده 5 كيلو اللي بده 6 كيلو اللي بده 10 كيلو وانا شو ساوي
زين وحط بها الاكياس من غير ميزان وبيع، زين وحط بها الاكياس من غير ميزان وبيع، نفقت لك اياهم كلهم بدقيقتين بس. بعدين يا صاحبي لما خلصت كل شيء بعت حالي هدول، ليش؟ مشان تسوي لي اياهم غادة بابا غنوج ومتبل وقبضت. بعدين هي الشغله مو دواره، هي العربايه ما بتدور فيها، بتحطها بالسوق ثابته بمحلها وبتنادي لك صوتين بتقعد تتفرج بتنفخ البضاعه كلها وبتقبض الغله وبتجي. شوف شوف الغله، شوف شايفه؟ هي الغله. حسي عليك هي كلها من الباذنجان لك، كلها من الباذنجان. قديش هاي العربيه؟ هي اجره، اجره ابو طمزه مو بيع. وانا كمان بدي استاجر لي وحده. المشكله مو بالعربيه، المشكله بالرخصه ابو طمزه، بالرخصه. هدي هدي يبعد لك حما يا ابو. العمى ما فيها فرينات هي العربيه. ابو طمزه هدي وركز يا ابو طمزه. ايوه حطه. المشكله مثل ما قلت لك بالرخصه، لانه بلا رخصه كلهم بيتمقطعوا فيك، المحافظه بتتمقطع فيك، وشرطة البلدية بتتمقطع فيك، ما في حدا ما بيتمقطع فيك، يعني تواخذني شرطي رايح بيصبر لك الخضرة وبيحط ايده عليا، شرطي جاي بيحط ايده على العرباية، شرطي رايح وجاي بيحط ايده على الميزان، واخر شي كلهم بيحطوا ايدهم على وين يا حزرة؟ على وين؟ عليك. ايه ما فهمت، وين المشكلة هلا؟ ما فهمت؟ من أول المشهد لهلا وما كنت تفهم، المشكلة بالرخصة. دفعت 15,000 لحتى زبطتها. إذا الواحد بيطالع 2,000 باليوم بدفع. لك حبيبي أبو طمزة، من بكرة الصبح من شقشقة الضوء بتروح وبتقدم طلب، ماشي؟ شفيق، وهذا الموظف بياخد عينك كنت عينه؟ لا، الموظف ما بياخد عينه كنت عينه، أنا باخد عيني كنت عيني، لأنه هو القفل وأنا المفتاح تبعه. طيب هي صعبة سواقة العربية؟ لا ابنب مو صعبة، تعا علمك، علمك شلون؟ علمني. ايه هلا انت البضاعة وانا البياع، اطلعي يا بضاعة على العرباية اطلعي. وين بتطلعي؟ ايه ايه عود من قدام، انت بضاعة. ايوه مع الباذنجانات اقعد. حلو يا اسود يا ريان يا ابو طمزة، اسود وريان يا ابو طمزة. يا علينا كسرنا الباب. هلا نحن طالعين، ماشي ابو طمزه؟ بنلف بدنا نفوت على السوق هلا. فك البار يا شفيق. 2 3 3 هدنا على السوق هلا، واسود وريا يا ابو طمزه. بيتك على هالسواق يا شفيق، الله لا يوفقك. خدي اشتري لك جنزير. بس ما عندي اواعي تليق بالجنزير. ولا يهمك، امسكي استحلي واشتري. ما بدي فلسك انا. ولا يهمك طالما القفل شغال والمفتاح شغال. لا تقول على بديع قفل، ما بيهون علي انا. ولا يهمك، رح نسميه غال، رح نملي شويه، بده يجي لعندي واحد. اوعي تتركيني نايم فيقيني. وهالواحد كل هالقد مهم؟ لك لا، قفل صغير. يعدمني ياك شو بتنام، ناقصني مصاري انا. عفيف عفيف. ايه يا عفيف. ايوه افتح لك يا اخي افتح. روح روح بيت على الشباك. يلا يسر يسر على اختك. شو في؟ ازي المدرسي. شو بو؟ خرب لي بيتي. لك شو عمل لك؟ احكيني. لك صار عم يبيع بروفته بضاعه مثل بضاعتي. لا ما عاد يمشي حدا بدون برطيل. شو ان شاء الله كمان هذا الثاني بده برطيل؟ لك مشان ايش فتح؟ بتعطي بسكر ولا كان من اول فتح؟ يا حبيبي وقد ايش بده هذا كمان؟ 500 دولار؟ هاي شغلتك مو عندي، هاي شغلتك عند ابو جدعان، بيكون صاحبه للآذن ابو جدعان. روح احكي معه. روح ابو جدعان. بوران افتحي الباب. على عيني ابن عمي، بتأمر امر امر على الراس. لا لا ابو منى شبك مبوزم، قول مساء الخير. مساء الخير بوران. فوت فوت جار.
هاي الاستاذ الازن قاعد هون عندك، منيح اللي لقيته. اصلا كنت لحبعت وراك ليكني حاسب حسابك بالقهوه. ايه قلت له كل شيء. بدنا نحل المشكله بينك وبينك. اخي انا ما عندي مشكله، ما في مشكله بينهم. لا في مشكله ولازم تنحل. بوران روحي لعم بديع. اهدي معكم، شو عم نكد عليكم شيء؟ فرقينا. طيب فرقتكم كثير فاهمني يعني. فرقكم ليش لحتى ما افرقكم؟ من هلا اذا مو موافقين كون حكم بيناتكم قولوا لي مشان ما اتدخل. انا موافق. وانا موافق. وموافقين على القرارات اللي بدي اتخذها؟ موافقين. بالاجماع. هات زكي لنشوف شو عندها. يا ابو جدعان، قبل الاخ ما يفتح الكشك تبعه انا كنت عم بيع بالغرفه عندي بسكويت وكازوز وشوكولاته. لما اجى الاخ فتح الكشك قطع رزقي. شو بيعرفني هذا الازن تبع المدرسه؟ وشو له شغل الازن مع ابو منال الان؟ يمكن بخصوص الكشك. اخ يا امي هالكشك رح يصير قصه ما لها اول من اخر. هلا بعد ما يروح الازن بدي اعمل اجتماع للكل. ليش؟ ما بصير يتصرفوا من ورا ظهري. عم تصلني اخبار طالع نازل. حقه ما في شيء. لك انا ما دخلني لك ابو جدعان. ايه انا الكشك تبعي ما بعرفه لما فتحته، ما بعرف انه دعم يبيع. بعدين وينك؟ انا الكشك كيف رخاص. وانا كمان لما كنت عم بيع وبشتري ما كنت بعرف حضر لك بدك تفتح كشك جنبنا. هلا انتوا اثنين حكمتوني وانا بدي اتخذ القرار. تفضل. انت قديش كنت تطالع قبل ما يفتح الكشك؟ 500 ليرة. منقسم البيدر بالنص. شلون؟ زكي ببطل يبيع مقابل انه تعوض له نص المبلغ اللي كان يطالعه قبل ما تفتح الكشك. اخي انا موافق، بعطيه 250 ورقة. رغم انه القرار مجحف بحقي بس انا رح وافق لاني من اول قلت انا موافق على قراراتك. شريف، وهي مثل ما تفضلت رح نقسم البيدر بالنص. شرف اخي، هاي 250 ورقة. يسلموا ولو اني انا مظلوم. انا ظلمتها؟ كنت تطالع 250 ليرة وضلوا مثل ما هني. يلا عن اذنكم. اعود اسمحوا لي. خاطرك. وانا كمان بستأذن. لا وين ولا. عندي شغل. طلع بالمصاري. عالنص. هات 200 وخلي 50 لها. انا خسرت كثير بفتحة الكشك. ولا زكي انت بحياتك لا بعت ولا اشتريت، لولا شوية العلوك اللي عطيتك ياهو ما كان صار كل الفيلم. طلع. خليهم 100. 50 وكتيرة عليك، هي عم تجيك من الهوا. ها الاستاذ عفيف المزواج عم يقبض على اسم المدير، والسيد شفيق دبول المفنش عم يقبض على اسم الموجه، وعمي ممدوح بشحمه ولحمه عم يقبض على اسم الآزن. بس مو كتير. كتير ولا قليل؟ أنا وين حصتي؟ هذا أولا. ثانيا ما بيصير كلياتكم تركبوا على كتاف هالكشك، بكرة بيسكر. إذا مشان حصتك الشغلة مو محرزة. مو محرزة. لا محرزة. أنت عم تقبض 300 وشفيق 200 وعمي ممدوح 200. أنا إذا أخذت 350 قديش بيجوا بالشهر؟ تقبرني لا تنهز. 9100 هذا ما عدا أيام الجمعة. شفت؟ ايه مو معقول انت كمان يا اخي كل شي بدك تشاركنا عليه. شلون مو معقول؟ الشغلة كلها من تحت ايدين بديع، اذا طلع له اقل من النص بتكون الشغلة صلبطة منكم انتو. صح ممدوح؟ ابدا، مثل ما قلتي مزبوط، الحق حق. لكن واحد يتعب وواحد يلهط ما بيصير هيك ابن عمي ممدوح. ما بيصير، الحق حق. لك يا صاري 500 ورقة ملاح يعني 15000 ورقة بالشهر، اكبر موظف ما بطلعهم. صاروا يضغطوا عليه من فوق، وفوق مثل ما بتعرف ما بيقبضوا فراطه. وانا من قد الحلو مع كل هالشيء الناس حاسدينك. اللهم جيرنا من الحسد. شريف امين. هاي الفرعه هات لشوف. حميد ربك انه شغلتك كلها كفت بألف ليرة. تعرف لو التفتيش تركون يشتغلوا شغلهم كانوا هلا مسكرين لك الكشك كله. فضل على راسي، كتر خيره يا اخي. ايه طيب انت يعني مو ضروري كمان تبيع التسعيره، الداع شوي بالسعر ضروري على الفرن. لا يا غلا. والتموين؟ شو بالتموين؟ لك بحياتك شفت تموين بفوت على المدرسه؟ حتى لو فات ديتو كله فركت كف. ما تواخذني خاطرك. يا ميت اهلين وسهلين. انا بهدلته مو ما بهدلته يا حبيبي. يعني انا شو استفدت؟ ليك وهي ما خاف منك ورجع بيع ومدرى ايش. كمان معه حق. صحيح مو رجال وما بيرتبط بكلامه بس معه حق. لك معه حق بإيش؟ انظلم بالحكم، انظلم. يعني انت بده لك هون؟
400 وبكون خسران 100. سيدي امري لله شرف. هاي راح اعطيك عن 4-5 ايام اخي. هاي عن 5 ايام، هاي 1000 وراها. بدك شيء لسه؟ سلامتك خاطرك. الله معك. معقول انت تاني؟ معقول ازيد له ياهم شوي زيده. طيب ليش؟ ليش الرجال بيقدر يقطع لك رزقك؟ زيدهم اعطيه 500. 500 شرف، هاي 500 وراها. وانت رايح حاطي غماز على الكوع مشان ما تهورها. ايه دير بالك زمر انت وفايد مشان طولك. ايه مين؟ لحظة وين؟ سبيني على الشباك جاي لعندك. يا عرشي كبير عمي. مر مرحبا صهري. اهلين وسهلين، شايف رجعتك قريب بخير. اذا بيسمح امرك بدك تديني حق وطة خبز. ايه مو على راسي. لا صهري لا، مو 500، 100 ورا حاجة بكفي. لك مسيك مسيك بس يصير معك وترجع لي اياها. اهلين عمي، مع السلامة. الله يقدرنا على فعل الخير يا رب. شو صهري؟ صار لك جمعة ما ناولتني ولا فرق من غلة الكشك. الكشك سكر. ليه؟ ليش؟ لأنه أبو منال صار عم يدفع الغلة كلها بخشيش شي هون وشي هون. على كل حال أنا بدي أسحب الرخصة من أبو منال، بدي أعطيها لواحد تاني. لك بدي؟ ليش ما بتعطيني إياها إلي؟ شو بدك تعملي فيها؟ بستلم الكشك. ما بدك إياها هالاستلامة بنوب، بيجعك راسك، بعدين بيعملوا فيكي مثل ما عملوا بأبو منال. لا ما حذرت، في براسي خطة. خطة؟ خطة ايه؟ وانا موافق يا مدام بورا. هيك اريح. وشو المطلوب مني هلا؟ ولا شيء، انت شريك عالتلت باسمك وسمعتك اللي مثل المزك. تسلمي لي يا مدام بوران على الالفاظ الحلوه، بس اللي اولته شرط اخرته سلامه. تفضل. انا رجال ما بقدر اقعد بالكشك لاني وراي التزامات كثيره مثل ما بتعرفي. شو تقعد؟ قال يقعد قال، لك انا بقعد، انت بس بتحط اسمك. سيدي أبو نجيب، 3 نقاط، إشارة استفهام وإشارة تعجب لصاحبي أبو نجيب. إيش عليك حط اسمي على الكشك؟ مدام بوران شوفي لي إذا في ناس بدهم شريك أنا جاهز، طالما الشغلة ما فيها دفع عملة. في كم عرباية بسوق لها لتدبر لك ياهم؟ وأنا ما عندي مانع يا مدام بوران، عرفيات سوق الهال وسوق العتيق وكل شي في أكشاك إذا بيصير لي. أنا اسمي وسمعتي تحت أمرك خاطرك. أهلين أبو نجيب، مع السلامة مهونة. طبق. ماني فهمان شي من شي. اللي شو اللي مو فهمانه فهمك يا. شو استفدنا من أبو نجيب إذا لا بده يساهم ولا بده يداوي؟ إذا حطينا اسمه على الكشف بيصير بيربح، ربحه بيصير فوق الريح. لا تموين بيسترجي خالفه ولا أزعر بيسترجي طالبه بخوة أتاوي يعني. فهمت؟ فهمت. ما في أسهل من الشغل مع الكلاب، يا نزل بأرضه يا هرب، وأكتر أيامه عم يهرب. حكم، كلامك كله حكم. بلش يخرف، لحقوا حالكم نزلوا الشارع.